بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا استعرضت صورة النحل الخصائص العلاجية التي تميز بها العسل، اللي يعتبر منذ القدم مادة غذائية غنية وهامة. العسل عنده الأماكن ديالو وعنده الأوقات ديالو المحددة. مثلا احنا بغينا نجيبو المنتوج ديال أي نوع، كنمشيو ليه قبل كنكتشفو إمتى غادي تخرج ديك النبتة، إمتى غادي تبدا، كنديو ليه كنحولو ليه الخلايا ديال النحل، يعني قبل ما كيبدا داك الرحيق وداك المسيل، حنا كنديو الخلايا كنستعدو نحطوهم تما. ما يخص ثاني مثلا المناطق اللي كنمشيو ليها، كان أغلبية كنمشيو للمناطق الجنوب ولا مثلا الاطلس، يعني كندوي المنطقه بعيده شي شويه على الطبيعه البارده. هنا فين كنحاولوا باش نجيبوا المنتوجات ديال العسل. كيتوفر العسل على مجموعه من الاملاح المعدنيه مثل الحديد والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم، اضافه الى الفيتامينات، وكيساعد العسل في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتنفسي كالسعال والربو. وكتقوم عدة تعاونيات في المغرب بإنتاج العسل بطرق عصرية واحترافية وتربية النحل بجميع مناطق المغرب. العسل ضروري، يعني ما مضمونش لينا باش نجيبوه، ولكن حنا المشتقات ديال العسل ثاني كنديروا مثلا بحال داك طالع النخيل، كيجي من ما كيتسماش، ما عندوش العلاقة طالع النخيل، ما عندوش العلاقة بالنحل، هو مثلا فاس واحد الغبرة كتكون في النخل من النواحي ديال الرشيدية والمنطقة. وأما فيما يخص حبوب اللقاح، هو المنتوج ديال النحل كيتسمى الرحيق. ملي كيكون النحل واحد البلاصة خصبة كنحطو النحل، كنبداو نجمعو داك نقطو داك حبوب اللقاح، يعني كيتسمى البوليد. وقضية تانية البروبوليس الأكبر، راه هو داك الشيء باش الحماية ديالو، باش كيحمي، هو هذا كيتسمى البروبوليس اللي كيلصق به الكوادر ويدير به الحماية ويضيق بها، هذاك هو اللي كيتسمى الأكبر. والغذاء الملكي، الغذاء الملكي حتى هو كاين، يعني واحد البلاصه الا كانت طبيعيه ومزيانه وجيرات تقدر، احنا كننتجوه ولكن ما كيعطيناش بزاف، شي حاجه بسيطه. يتوقع ان ينتقل انتاج المغرب من العسل خلال 10 سنوات القادمه من 3500 طن في السنه الى 16000 طن. والشراكات والاتفاقيات اللي كتقوم بها وزاره الفلاحه كتمشي في هذا الاتجاه. إن إنتاج العسل بأنواعه المختلفة ظل محافظ على جودته وقيمته، وهو الشيء اللي يحسب للنحال المغربي باعتباره هي المعلم اللي كتصار على إنتاج العسل.